الآية الثانية من سورة الفاتحة هي قول الله عز وجل الرحمن الرحيم. هذه الآية وقد اشتملت هذه الآية على اسمين من أسماء الله عز وجل هما الرحمن والرحيم. من الفوائد تحت هذه الآية أن الإنسان حينما يقرأ الرحمن الرحيم ينتقل فؤاده وقلبه ومشاعره إلى ما يكون من رحمات الله عز وجل يوم البعث والنشور. ولذا ما الذي بعد الآية؟ مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. سبحان الله، الرحمن الرحيم، وتذكر آية تدل على يوم القيامة. لما؟ لأن رحمته سبقت غضبه. ولذا لو قرأت القرآن لوجدت أن يوم القيامة إذا ذكر تجد أن هناك ذكرا، في غالب ما يكون تجد أن هناك ذكرا لاسم الرحمن، لأن رحمة الله عز وجل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق 100 رحمة أنزل رحمة إلى الأرض فبها يتراحمون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا جاء يوم القيامة كمل بهذه الرحمة 99 الرحمة التي جعلها عنده عز وجل. اقرأ قول الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له العزيز الرحمن، في دلالة على أن هناك رحمة تتنزل من الله عز وجل يوم القيامة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، للرحمن، لكن هذه الرحمة لا ينالها أي أحد. ولذا قال بعدها وكان يوما على الكافرين عسيرا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة من السبايا تطوف حول الغلمان يكاد أن يطير قلبها، فإذا بها ترى طفلا فتضمه إلى صدرها، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا كيف يا رسول الله وقد فعلت ما فعلت؟ فانظروا إلى رحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لكن هذه الرحمة تستوجب منا ماذا؟ تستوجب منا العمل، فإن لم يعمل الإنسان وقع في ماذا؟ في عذاب الله، في نقمة الله عز وجل.